متابعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازي سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا مشكلة التمثيلية النسائية على صعيد مجالس منتخب مدينة الدار البيضاء، خاصة المقاطعات. كما تتعرفوا أن في بداية نظام وحدة المدينة مجموعة من المنتخبين اللي كانوا تيتهموا المقاطعات كانوا دائما تيتشكي وتيقولوا لا راه القرارات الكبرى تتخاذ في مجلس المدينة وحنا لا علم لنا بما يجري في هذه المدينة هذه. واش نفس الإحساس عند المنتخبات خاصة النساء اللي الآن موجودة في المقاطعات؟ واش هاد النساء اللي كاينين في المقاطعات حاليا غيقدموا قيمه مضافه للقضايا النسائيه خاصه على مستوى التدبير المحلي؟ مثلا ما نهضروش دابا على المناصفه ولا على المساواه ولا على القضايا الكبرى النسائيه، ولكن على القضايا اللي تتشغل المراه البيضاويه واللي عندها علاقه بـ بـ يعني بـ بالقرب. من اجل مناقشه هذه النقاط ونقاط اخرى نستضيف هدى السحيل، نائبه كاتب مجلس مقاطعه المعارف بمدينه الدار البيضاء. يعني منذ بدايه وحده نظام وحده المدينه في مدينه الدار البيضاء في 2003 مجموعه من المنتخبين اللي كانوا في المقاطعات تيتشكي وتيقولوا بان القرارات الكبرى تتخذ في مجلس المدينه وبان تيكون واحد التعتيم عليهم وما تيعرفوش ماذا يجري في مدينه الدار البيضاء. الان انتم منتخبات نساء داخل هذه المقاطعات، واش عندكم نفس الاحساس ولا لا؟ احنا الحمد لله يعني ما كنعانيوش من هذا المشكل نهائيا، والدليل على ان جميع المشاريع اللي كنفكروا فيها اللي كتكون كتخدم النساء كلهم وصلوا للمدينه وتصادق عليهم. وهذا يعني الشكر الخاص للسيد الرئيس سي مرشد عبد الصادق اللي هو الحمد لله كيتشارك معنا جميع القضايا ديال المدينه وديال وكيوصل لنا القضايا ديالنا ديال المعارف للمدينه. وحتى اوغوزمون يعني احنا من حسن الحظ عندنا هو ان العمده فهي نبيله الرميلي، فهي مراه كتساندنا كتوقف معنا، عارفه المشاكل ديال المراه، عارفه نحن كيفاش كنترافعوا على المشاكل ديال المراه، وهذا من حسن الحظ ديالنا. منذ بداية التجربه هذه البعض يقول بان النساء اللي كاين الان عندهم نوايا الحسنه، عندهم نوايا طيبه، ولكن تيفتقدوا التجربه. واش تتفقي مع هذا الراي ولا لا؟ هي شوف التجربه كما كتجي مع الممارسه، يعني سواء كنتي راجل او امراه فضروري كدوز بتجربه. يعني حنايا شنو كنحاولوا اننا نستافدوا من الناس اللي سابقيننا، من النساء اللي ترافعوا على قضايا اللي قبل منا اللي حنا وصلونا لهذه المرحله، زائد كنستافدوا حتى من 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 الرجال اللي كانوا سابقيننا حتى هما في التجربه السياسيه. يعني انا كنقول التجربه كتجي مع الممارسه ومع التكوين، والحمد لله حنا كحزب يعني كان ملي بدينا قبل كاع ما يكونوا هاد الاستحقاقات ديال 2021 فكنا دائما في تكوين، وباقي لحد الان كنديروا تكاوين اللي كتخدم هاد المنتخبين ديالنا. اش نوع التكاوين اللي درتوه؟ كيفيه بعد معرفه الفرق ما بين المدينه وما بين المقاطعه، ما بين يعني نعرفوا كيفاش الحدود الامكانيات ديالنا، يعني ما نبداوش اننا الاختصاصات. نعم هذه من المسائل اللي كنديروا فيها تكاوين. طريقه التعامل مع 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 الناس، يعني احنا راجلنا هو الخدمه ديالنا، احنا كنوصلوا الصوت ديال الساكنه للمجالس، يعني تديك الطريقه كيفاش نتعاملوا مع الناس، كيفاش نتواصلوا معاهم، كيفاش نحاولوا نقنعوهم، كيفاش نحاولوا نرضيوهم، حيت هذا هو المشكل الكبير. فهذه حتى هي كنديروا فيها تكاوين. انتم نساء وقضايا تاع النساء في مدينه الدار البيضاء بعض تيقول ان تكاد تكون مغيبه، ما نهضروش على المناصفه، ما نهضروش على كذا وكذا المسائل السياسيه، ولكن التدبير المحلي، المراه ما تلقاش راسها في مدينه الدار البيضاء. الا خدنا مثلا واحد الانسان اللي بسيطه عنده وليات تخرجوا في العشيه تضرب به واحد الدويره، يعني هذاك البوسيت ديال التريطوار ما غير مؤهل باش هذاك البوسيت تمشي بطريقه مزيانه. بغات تخرج عاوتاني تفوج على راسها كما تنقولوا حديقه بمواصفات اللي هي مزيانه ما كاينه. انتم كنساء واش ترافعوا على هذا الشيء؟ وحنا دابا الحمد لله راه بصدد هذا الشيء. يعني اول حاجه البروجي اللي حطيناه كمجلس هو اعاده الهيكله ديال جميع الحدائق اللي تابعه لمقاطعه المعارف. يعني ومن نهار شتي الافتتاح ديال اللي كان في الاسبوع الماضي ديال الجرده ديال المهدي بن بركه، هذاك راه متنفس للنساء ديال المعارف، لان ملي مثلا سيرتو في رمضان ملي كتصلي كتخرج كتمشي كتجلس هي وليداتها. يعني وكنحاولوا اننا جميع الحدائق اللي كتنتمي لمنطقه المعارف فاحنا غنعاودوا نديروا الهيكله ديالها ونخليوها انها صالحه لهاد النساء باش تكون متنفس لهم ولوليداتهم ان شاء الله. زائد اننا حنا المساله الثانيه هي اننا بغينا نديروا لهم فضاءات، يعني فضاءات لهم هما مثلا في وحنا دابا بصدد البناء ديال دار الثقافه
في 9 افريل في ليجيان. حنا دايرين دار الثقافه وغنديروا فيها اون سال سبور اللي خاصه بالنساء. علاش خاصه بالنساء زعما؟ خاصه بالنساء لان كتبقى داك الفكر الذكوري اللي عند الراجل، انه كاين الراجل اللي ما غيسمحش للمراه ديالو بانها تمشي لاي صال مثلا ميكس، فهمتي؟ يعني حنا راه باقيين مازال كنحاربوا هذاك الفكر الذكوري، راه باقيين كنقاوموا معاه، لان راه شعب انا كنحاولوا بعدا اولا ان نلقاو الحلول لهذه المراه بعدا، وحنا غاديين كندعموها بان يعني كيولي عندها الفكر ديال الفكر انها هي مراه قائمه بذاتها، عندها كيان خاص بها، ما خصوش يبقى مرتبط بالراجل. كنحاولوا دابا بشويه بشويه ان شاء الله. هذه العقليه الذكوريه اللي قلتي واش هي حاضره داخل المقاطعات داخل المجالس المنتخبه؟ واش تلقاو شي دعم من طرف المنتخبين، خاصه المنتخب اللي قدام اللي عندهم تجربه، ولا تيقول لكم يلا عوموا بحالكم شوفوكم علاش قادين؟ لا الصراحه زعما احنا في دائما داخل المجالس ما كاينش هذا الاقصاء، ما كاينش، بالعكس كنتشاركوا معاهم في كل شيء، بالعكس هما كيامنوا بينا حنا كنساء، بالعكس يعني سورتو السي الرئيس يعني راه كيدعمنا بواحد الشكل كبير، وكيعطينا يعني شي حوايج اللي بعض المرات كتبان بان راه يعني كيعطينا حنا شي اولويات اكثر من العنصر شويه. يعني احنا ما كنحسوش بهذا النقص نهائيا. بالنسبه الى هدى سحيل، الى بغيت نعرف منك اهم الملفات اللي تبغي العمده مدينه الدار البيضاء اللي هي كما قلتي امراه نبيله رميلي تنكب عليهم في اطار برنامج عمل تاع مجلس مدينه الدار البيضاء، اشني اهم المحاور اللي تبغي تركزي عليها؟ مركز لها هي انها خاصها دير فضاءات خاصه بالنساء، يعني تحاول انها تعرف جميع المشاكل اللي كتعاني منها المراه البيضاويه، ونحاولوا اننا نحقوها. زائد ان اللي ما قلتش لك هو اننا كاين واحد التنسيق بيناتنا حنا كمنتخبات ديال عملات انفا، يعني وحده كتكمل الاخرى، يعني المشاكل ولينا حنا انا دابا نقدر نعطيك حتى المشاكل ديال انفا، نعطيك المشاكل ديال سيدي بليوط، وهما يقدروا يعطيوك المشاكل ديال واش ديال التنسيق ضد الرجال ولا التنسيق؟ لا ماشي ضد الرجال، لا حنا شوف حنا كنكملوا الراجل ماشي ضده. يعني كنحاولوا اننا نديروا واحد ملف باش نترافعوا عليه ونعطيوه للسيده العمده باش حتى هي ترافع معنا، يعني جميع المشاكل اللي كتعاني منها المراه البيض اش غنقول الانفويه، حيت يلا دابا بدينا كنديروا تنسيقيه ديال هي ديال منظمه المراه ديال جهه الدار البيضاء على صعيد الحزب ولا على صعيد الحزب. اما حنا يعني المشاكل ديال الانفا ماشي على صعيد الحزب، يعني انتم درتوا هذه الخطوه تاع التنسيق على صعيد العمل انفا مزيان، ولكن واش تفكروا بانكم عندكم تنسيق على مصعيد المدينه كلها؟ يعني المراه اللي في مولاي رشيد المشاكل ديالها راه ماشي هنا المعارف، راه شويه كاين شويه الضوء، طلعنا مثلا المولاي رشيد كاين معاناه من نوع اخر اخرى. الله هذا الشيء يعني حنا خدامين عليه، وبدينا كنتواصلوا مع الناس ديال العملات الاخرى، ونحاولوا ان شاء الله نحققوا داك الشيء اللي حنا اللي كيخدم المراه واللي كيخدمنا حتى حنا، يعني حتى حنا نحققوا داك الشيء اللي حنا كنطمحوا ليه ان شاء الله. بديت نمشيو شويه للحكومه، في بدايه هذه الحكومه هذه تفجرت مجموعه من القضايا، هذه وزيره تتعتمد على الراجل ديالها، هذه عمده تتعتمد على الراجل ديالها، واش البعض قال بان المراه راه ما قاداش مسكينه، راه باقي ما وصلتش هذيك باش تحملت المسؤوليه 100%، دائما تستعينوا اما بالزوج اما بالاخ، اشنو رايك انت؟ انا ضد الفكره ديال ان بعدا ما كايناش المساله، العمده ما كتعتمدش على الراجل ديالها، وحتى الوزيره ما كتعتمدش على الراجل ديالها. فين عندنا المشكل؟ باقي عندنا في دوك النساء اللي مساكن هي جابت الراجل ديالها، هي قالت لي تكلف لي بالمحاماه، ولكن باش تعتمد عليه. هي عمده الدار البيضاء هي كانت جابت الراجل ديالها باش يكون لا، ولكن واخا ما كتعتمدش عليه، يعني هو كمرشح كمنتخب بحال واش ما يمكنش تقصيه؟ هو كاين معانا راه ما يمكنش تقصيه، اذا هنا غندير اقصاء للراجل. انا ما كان كما قلت لك حنا ما داخلينش في حرب مع الراجل، حنا كنبينوا الكفاءات ديالنا، والكفاءات ديالنا راه بانت، الكفاءات ديالنا راه بانت في الايام ديال يعني العصيبه اللي كان محتاج ليها المغرب في الثلاث سنين ديال كوفيد، راه المراه بينات على الدور ديالها، يعني ما غتحتاجش تستند على الراجل لا في المجال السياسي لا في المجال في اي مجال، يعني الحمد لله حاولنا اننا شنو نقول لك يعني نحقوا ذاتنا ونبينوا الكفاءه ديالنا. بالنسبه لهذه النظره الذكوريه انا متفقه معك في شق اخر، بالنسبه للمراه العاديه باقي عندها امهات ديالنا النساء اللي باقي عندنا ديك النظره الذكوريه عند المراه، انها باقي دابا ملي كتديري مع خوك خلي خوك يمشي معاك، خوك راه غادي هذه
كتربى في البنت بان دائما خصها تعتمد على. وحنا دابا الحمد لله حنا كنحاولوا اننا نديروا كنكونوا هاد المراه باش هي تكون لنا الجيل اللي جاي، لان هذه المراه واخا هي ما واعياش. وهذا المراه النوع تاع النساء كاين اللي عندكم انتم في مقاطعه المعارف، نقدر نقولوا كاين في درب غلف، واش انتم كمنتخبات تاع مقاطعه المعارف عندكم اتصال بهذا النوع تاع النساء؟ نعم عندنا اتصال، وكان عندنا اتصال قبل ما نكونوا مرشحات. راه ما تنساش بان المراه راه في هذه الاستحقاقات راه كان عندها دور كبير، اننا احنا وصلنا لهذا يعني امنت بالمراه وطلعتها، احنا راه كنا وصلنا لشي نجاح، راه وصلنا بالفضل ديال هذه النساء. يعني دائما غنبقاو في تواصل معاهم، غنبقاو اننا اي حاجه شي قضيه ديالهم يعني اللي كيعانيوا منها خصنا نحقوها لهم في حدود الامكانيات ديالهم. بالنسبه لك مثلا الوقت اللي غادي نقطعوا مع القضيه تاع الكوطا، ان المراه تولي تجيب الصوت بحال خوها الراشد؟ المساله الصراحه يعني انا احنا كنساء كنعانيوا منها، يعني كنتمناو ان تكون المناصفه، لان راه كما عارف بان في 97 كانوا عندنا، هي كاين تطور ما غاديش نكروه، كاين تحت تطور ملموس سيغتو في الاستحقاقات ديال 2021، ولكن باقي ما وصلناش لذاك الشيء اللي كان يعني ان المناصفه يكون نفس العدد ديال الرجال هو ديال النساء، باقي ما وصلناش ليه ان شاء الله. واش الاشكال في المناصفه يكون نص الرجال ونص النساء، ولا الكفاءه القدر كنا مثلا في واحد المجلس النساء اكثر من الرجال، ولكن انطلاق من الكفاءه عندك المراه اللي غتبرز؟ هي انا معاك الكفاءه كتلعب دور يعني بغض النظر على الجنس، ولكن راه حنا عندنا راه قلت لك النساء بينوا على الكفاءه ديالهم في الايام ديال كوفيد، علاش ما نعطيوهمش علاش ما نعطيوهمش لانهم يعني اللي عندها الكفاءه هي اللي تزيد القدام، ما نبقاوش دائما خاصها تكون من وراء الراجل. ولا مثلا الكوطه مثلا في 97 كانوا عندنا مقعدين، في 2003 كانوا عندنا غير 30 مقعد، في 2011 كانت عندنا 60 مقعد وعطاو 30 للشباب، مازال في هذه الاستحقاقات وصلنا ل 90 مقعد، ولكن يلاه التولوت ما حتى التولوت ما وصلناش ليه. حنا كنطالبوا بان على حساب الكفاءه، ما خصناش نلغيو الكفاءه، ولكن تكون المناصفه ان شاء الله. اذا خيرنا هدى سحيل ما بين التدبير المحلي لمستشاره جماعيه في مقاطعه المعارف وبرلمانيه، يعني فين غترتاح هدى سحيل؟ يعني انا كنتمنى انني نوصل للبرلمان، لان كاين قضايا كبيره اللي ممكن انها تعالج في البرلمان ما غتعالجش في. ولكن لاحظت بان لما مارستيش التدبير المحلي للجامعات كذا ما غتستافدش. غير انا الطموح ديالي هو انني نوصل باش ندافع على القضايا الكبرى للمراه ان شاء الله. وكتقول النساء اللي باقيين وسيرتو ذوك الشابات والفتيات اللي باقيين تخوفوا من ممارسه العمل السياسي، شنو الرساله اللي تقدر توجه لهم؟ ما يمكنش، انا حنا علاش دخلنا للعمل السياسي؟ ما يمكنش نحقوا هذوك المتطلبات والمعاناة اللي كتعاني منها المرأة، يعني ديك الحقوق ديال المرأة، إلا ما كناش حنا في المقر ديال القرار. ما يمكنش، ويعني باش يخرج قرار خصني نكون أنا سياسية باش نكون كنعطي رأيي وكنترافع على القضايا ديال المرأة إن شاء الله. وكنتمنى أنهم أن كل شيء، ماشي غنقولوش كل شيء، ولكن الأغلبية يبداو يتشاركوا لا في العمل الجمعوي لا في العمل السياسي، لا خص المرأة يكون عندها الدور أكبر من هذا اللي وصلنا له إن شاء الله. شكرا أستاذة هدى، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة الفاسبريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة وحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.